الحقيقة استمرار مسلسل الانتهاكات اللي أو اللي بيقوم بيها النظام التركي واللي بتحصل في تركيا ضد الصحافة والصحفيين، مع ان هم دايما بيدعوا او قنواتهم الإخوانية بتدعي غير كده، او دايما بيتكلموا بشكل، طبعا احنا عارفين يعني ده راجل بياخد قرشين فبيطلع يتكلم الكلام اللي النظام التركي عايزه يقول. تعالوا نشوف تركيا او نظام اردوغان عمل ايه. حجبت السلطات التركيه امبارح مواقع اخباريه سعوديه واماراتيه، طبعا احنا عارفين قد ايه هم بيكنوا عداء لمصر والامارات والسعوديه. فقام النظام التركي راح حاجب الصحف او المواقع الاماراتيه والسعوديه، منها وكاله الانباء السعوديه والاماراتيه، وكمان جريده البيان والاتحاد الاماراتيه، وجريدة الرياض وعكاظ السعودية، وموقع قناة العربية وسكاي نيوز. مش بس كده، ده كمان حجبوا النسخة التركية من الاندبند الإنجليزية، يعني اللي هو إيه، عايزين الناس أو الشعب التركي ما يشوفش أي حاجة خالص غير اللي بيقدمه نظام أردوغان وقنوات الإخوان بس. هو ده اللي عايزين الناس تسمعه وتشوفوا فقط لا غير. انا مش بكلمكم على حظر موقع واحد او اتنين او ثلاثة، لا، بنتكلم على 12 موقع اخباري. انا برضو لا بتكلم على قناة افلام ولا مسلسلات ولا او قنوات ممكن تكون منافسة للدراما التركية، لا 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 لا. المواقع اللي تم حجبها دي هي مواقع اخبارية عشان الناس هناك تكون مغيبة، لا يتنقل حاجة عن أفعال النظام التركي ولا يعرفوا حاجة عن اللي بتحصل. قرار حظر هذه المواقع تم من غير أي أسباب قانونية واضحة، يعني مثلا مش موقع ما عندوش ترخيص أو غير مرخص ليه بالعمل أو ما إلى ذلك خالص، وده طبعا طبيعي جدا في تركيا. بالمناسبة احنا لو شفنا في الآخر الحملات اللي قام بيها أردوغان ونظامه، أكتر ناس اتعرضوا لحملات الاعتقال والسجن كانوا من أطقم الصحفيين والإعلاميين والمدرسين، ده كتير جدا. ده غير كمان اللي حصل مع الأطباء وهم بيواجهوا مصيبة تانية دلوقتي في تركيا من جراء عدد الأطباء اللي تم اعتقالهم. الناس اللي مش عاجبها سياسة رجب طيب أردوغان، وطبعا الإجراءات دي أكيد ليها تأثير سلبي وخطير جدا على الناس اللي شغالة في الأماكن دي في تركيا. يعني الناس دي بقت خايفة على حياتهم، هما يعني مش عارفين إيه اللي جاي، هما بيتعاملوا مع نظام فجأة إيه في ليه في ليه في ليه في ليه في كده، ولا بقى ولا بيجي حد يقول لهم لا حريات ولا تعبير عن الرأي ولا صحافة، يعني إيه اللي بيحصل، ولا تداول أخبار ولا أي حاجة. فالناس بقت مرعوبة، خايفة على حياتهم من المجهول، خايفين من الأذية اللي تعودت دولة أردوغان إنها تعمله مع أي حد معارض. وبقول لحضراتكم حصلت وقائع كثيرة جدا، أكتر من صحفي اتعرضت حياته للخطر، وكتير منهم بيتلقى على مدار اليوم وتابعوهم وعلى مدار الوقت تهديدات بالقتل من مرتزقة قابضين. وده اللي اعتاد عليه بالمناسبة النظام التركي، ان هو يعتمد حتى في الصحافة او الاعلام بتاعه على المرتزقة، يجيب شوية مرتزقة يحطهم في تلفزيونات، شوية أراجوزات كده، يعني ايه، يقولوا اللي هو عايزه. وبرده فكرة التعامل على انه الافراج، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كنا بنقول لكم عدد كبير جدا من المسجلين الخطر عشان يتم استخدامهم في تهديد أمن المواطنين وتهديد المعارضين، عشان الحكومة التركية ما تبقاش باينة في الصورة، يعني يبقى إيه، ما عادش حاجة، ويظهر الموضوع على إنه جريمة جنائية مش سياسية. عشان كده نفتكر بقى ونقول طب هما بيخرجوا مسجلين الخطر من السجون ليه؟ طب بيبعتوهم ويهربوهم عبر الحدود ليه؟ ليه؟ ده اللي بيبان دلوقتي ليه؟ هو عايز ينتقم مثلا من حد معارض او عايز يتخلص منه، فيجيب حد مسجلين خطر يخليه يتعامل معاه، هو كده الحكومه بريئه.
دي قضيه جنائيه مش سياسيه. بالمناسبه كان في تقرير للجنه حمايه الصحفيين كشف ان تركيا من اكثر الدول اللي بتقمع الصحفيين. وفي سنه 2019 حبست السلطات التركيه حوالي 47 صحفي معارض للنظام التركي، والتهم كانت جاهزه يعني في الدرج عندهم. هنا اي حد يفكر ان هو يقول لا لنظام اردوغان بيبقى مصيره السجن فورا. ورغم كل الانتقادات الدوليه اللي يعني عن اللي بيحصل في تركيا او الانتهاكات اللي بتفضل مستمره، وزي ما حضراتكم بتتابعوها معانا على طول طول الوقت، من حبس ناس، من قمع ناس، من ان ناس نلاقيها مرميه في سجون بسبع وثمان سنين. في صحيفه تركيه اسمها سوزوجو قالت في نهايه الصفحه يعني او نهايه شهر ديسمبر 2019 انه المحكمه حكمت في تركيا بالسجن على سبع صحفيين وموظفين في الجرايد المعارضه بتهمه مساعده شبكه. انا قعدت افكر شبكه ايه؟ يعني باعتباري من الناس اشتغلوا بصحافه ايه الشبكه يعني؟ فالحكومه قالت ان الشبكه دي هي العقل المدبر لمحاوله الانقلاب المشبوهه اللي حصلت سنه 2016. وكمان قفلت السلطات التركيه خمس وكالات انباء و62 جريده و19 مجله و34 محطه اذاعه و29 قناه تلفزيونيه بسبب قنوات الاخوان و29 دار نشر وتوزيع. وده كله تم بموجب حاله الطوارئ اللي اردوغان فرضها على تركيا بعد محاوله الانقلاب الذائف في 2016 واللي لسه مستمره لحد دلوقتي. يعني هو لسه هذه القوانين او العمل بهذه القوانين مستمر لحد دلوقتي. بس كده اللي حصل في تركيا؟ لا، النظام التركي لغى 620 بطاقه صحفيه، يعني مسكوا 620 صحفي لغوا بطاقتهم، و34 صحفيه برلمانيه، ولغى جوازات السفر لبعض الصحفيين. يعني جريمه متكامله بما تحمله الكلمه من معنى، انك تمسك شخص تجرده من وظيفته ولو ما حبستوش فانت كمان هتجرده من جواز سفره من هويته. يعني ده ولا، فاحنا قدام جريمه، جريمه كامله، جريمه في حق الصحافه والاعلام والحريه، وكمان جريمه في حق اي حد يفكر. يعني مش فاهمين ايه اللي بيحصل في تركيا من هذا الوضع الغريب تجاه الصحافه والاعلام. هذه يعني الكميات من غلق المواقع وسجن وسحب تراخيص وغلق قنوات وجرايد، يعني وكان نظام اردوغان بيسعى بكل قوه انه بالمناسبه الشعب التركي على تحديد لما تراجعوا الكتب القديمه، يعني اما تيجي تقراها تلاقي سياسه الحكام الاتراك اللي بيتبعها اردوغان هم ناس ما بيحبوش يبقى عندهم تاريخ الشعب يرجع له. يعني لما تيجي تقرا تفاصيل ما حدث مثلا في سنين قديمه تلاقيها مختفيه مش موجوده. احنا بينضم الينا على التليفون الاستاذ محمد ربيع الديه الباحث المتخصص في الشان التركي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. اكيد حضرتك كنت بتتابع معانا هذه الاخبار المتعلقه بالجريمه المتكامله في حق الصحافه والاعلام وما يفعله النظام التركي من حاله بقى القمع والتضليل والتعتيم، وانه يعزل الشعب التركي تماما عن ان يكون عنده اي مصدر للمعلومات او الاخبار. اولا في الواقع يعني هذه الجريمه ليست يعني اول مره يقوم بها النظام التركي كما اشرت، ولكن هو اعتاد على مثل هذه الجرائم. حتى هناك تقارير رصدت عدد المفصلين يعني جراء افعال النظام التركي في المجال الصحفي او غيره، وصل عددهم الى 3000 صحفي تم فصلهم عنوه من وظائفهم او غيره. ايضا هناك اكثر من 10000 صحفي يعني لا يجدون عملهم نظرا لغلق المؤسسات الصحفيه التي كانوا يعملون فيها وغيرها. يعني احنا عندنا 3000 وغير ال 10000 اللي هم مش لاقيين شغل، يعني بنتكلم على 13000 تقريبا.
تماما، كل هذه ارقام يعني في الواقع مخيفه. حتى التقارير الدوليه والمنظمات الدوليه تصنف تركيا على انها اكبر سجن للحريات، سواء حريه صحفيه او حريه التعبير عن الراي. حتى ان كان هناك تقارير يتحدث العام الماضي على ان تركيا تمتلك ثلث المساجين في يعني الصحافه وحريات الراي في السجون التركيه. يعني حينما تكون دوله لديها ثلث المساجين على مستوى العالم، نحن نتكلم عن رقم خطير جدا في هذه الامور. يعني النظام التركي اعتاد دائما ان يعزم عن القضايا وعن المشكلات التي يواجهها الشعب سواء داخليا او خارجيا من خلال غلق المؤسسات الصحفيه وغلق القنوات والمواقع الاخباريه بهدف تضليل الراي العام. ربما يكون السبب الرئيسي في غلق هذه المواقع وخاصه المواقع الاماراتيه والسعوديه نشرها فيديوهات لمعامله النظام التركي لبعض الصحفيين اثناء جائحه كورونا، وخاصه اننا جميعا ندرك ان النظام التركي الان فشل في اداره ازمه كورونا وان الاعداد كل يوم في تزايد. هذه الامور جعل النظام يعني حينما يحصل صحفي على ارقام حقيقيه ويحاول ان ينشرها او غيره يتعامل مع النظام التركي او يتعامل النظام التركي معه بعنفوان وبشده وغيره. فكانت هناك بعض التقارير التي مصوره ايضا والتي رصدت هذه الامور. اذا يعني زي ما كنا بنقول مع حضرتك انه النظام التركي بيسعى الى القمع والتعتيم وعزل الشعب التركي عن اي مصدر للمعلومات او الاخبار. كل الشكر للاستاذ محمد ربيع اديه الباحث المتخصص في الشان التركي.